طيب يبقى السؤال معناه ايه؟ السؤال معناه ان احنا خرجنا من بلادنا قبليين. قبليين ايه؟ خلاص ده مش عيب، مش حرام. لكن لما رحنا مثلا السويد والنرويج والدنمارك وبريطانيا ما زلنا قبليين، فكيف نخرج من حتة القبلية دي لحتة المجتمعية الكبيرة؟ دي بتحتاج تأهيل، لأن هي مش حرام إنك تكون قبلي، مش حرام إنك تكون بتحب. يعني إيه أما تلاقي مثلا كده بعد صلاة الجمعة تلاقي المصريين واقفين جنب بعض لوحدهم، والسودانيين لوحدهم، والأرجنتين لوحدهم، ده شيء طبيعي، ربك مش حرام، لأن هو بيأتنس لناس بيتكلموا نفس اللغة والثقافة والتاريخ إلى آخره، إلى برغم إن أنت مسلم تتكلم عربي أو تتكلم كذا كذا، لكن برضك إيه بيميل. الحفلات بتاعت السودانيين لا قليل جدا يحضرها مصريين أو سوريين، حتى مثلا هكذا، لأن ده الناس تعودت على كده. أنت بعد كده الجيل الثاني والثالث والرابع هو اللي بينخرط في المجتمع، دي نمرة واحدة. النوع الثاني هو مش عيب ان انت تكون كاريتري تعمل لك كيان في الغرب، بس العيب ان الكيان ده ما يتصلش بالكيانات الاخرى. انا ما عنديش مشكله يكون عامل لي كيان او اثنين او ثلاثه او خمسه اريتريين في السويد او في النرويج، خلاص. لكن العيب والخطر ان انا اعزله عزل تام عن المجتمع الاسلامي اللي موجود، عزل تام عن المجتمع الكبير اللي هو الام اللي موجود، اللي فيه السويديين والنرويجيين وغير الاريتريين من جنسيات اخرى. ده الخطر، ده اللي الحكومه بتبقى خايفه منك فيه، بتقول لك تعمل لك جيتو، عايش لك في جيتو، وايه والزنقات الحواري دي كلها. مش يقول لك قذافي راح مطلع يقول لك زنقه زنقه حاره حاره، واخد بالك؟ فده انت اعمل جمعيه الاريتريين، ايوه، لكن لابد ان تتصل. انا بس سؤالي سؤال وكتب شويه. نعم طيب. اخونا انا عشان شفت السويد شفت الدول الغربيه اقصد قاعد تصدق انا بكلامه هذا، ان المجتمع الاريتري هم اليوم لم يذهب الى هناك، في حتى المجتمع الصومالي والجماعه الثانيه، بس خلينا نفكر زين على الاثنين. انا شايف كلهم الاثنين مع الاستاذ محمد والدي والدكتور محمد، يعني كلهم برضو ضمن الفورم ما هم بعيدين. هذه مشكله بدات تظهر الان مؤخرا الدكتور مع الاحباطات الموجوده. ايوه ايش هي بالضبط؟ إنه الكيان هذا ليس كيان إريتري خالص، هو كيان إريتري مجزأ. يعني مثلا فئة معينة من المجتمع ينتموا لقومية معينة يسووا لهم جمعية خيرية. كويس. ويسووا لهم كيان مجتمعي لوحدهم. كويس. ويشتغلوا مع بعض. كويس. والفئة الثانية كأنهم يعني كل مجموعة كأنها هي أنا فهمت بس حتى السوريين عاملينها دلوقتي، مش أنتوا لوحدكم. السوريين اللي في وسط الحرب والمعمعة الكبيرة جدا فشمال حمص، جنوب حمص، وسط حمص، حلب، كذا 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 كذا، نفس المشكلة. نفس المشكلة. فاحنا بنواجه مرض. أنا بقى وظيفتي إيه؟ كرجل قالت لي عندي رؤية إن أنا أقعد مع الجماعة دي كلهم. يا أخوانا طيب أنا مش همنعكم إنكم تتعاملوا كقبليين. إن شاء الله يكون عندي 50 جمعية بس خلونا نقعد مع بعض مرة كل شهر. أو مرة كل شهرين نتكلم ونشرب كوباية شاي. عشان ما نختلفش وعشان ما نكررش العمل اللي انت بتعمله. فلابد التنسيق يا اخ احمد والشراكه اصبحوا فرض عين واصبحوا من المعلوم من الدين بالضروره، واصبحوا لابد ان احنا نتبعهم. انا مش حاضر اقول للناس ما تعملش جمعيه للجماعه القاتل اللي مصوع او من اسمره او من كذا، اعملها عشان هو بيحس بيها. بس قلت تعالى بقى انا عايز اقعد معاك اخوات متحابين كده، واخد بالك؟ ايه رايك نعمل ايه مع بعض؟ انت هتشتغل في التعليم وانا هشتغل في التعليم، انت هتشتغل في الصحه وانا هشتغل في الصحه، انت هتشتغل في الثقافه وانا هشتغل في الثقافه، انت هتشتغل في الاطفال وانا هشتغل في الاطفال، وهكذا. يبقى الامر الثاني اللي بعد كده هو، ولذلك احنا بنتكلم دلوقتي عن ايه اخ احمد، او ذكرت انا اثار وذكرت مؤسسة القرن الأفريقي. نحن عملنا في بريطانيا مؤسسة اسمها مسلم تشايلدز فورم للمنتدى الخيري الإسلامي، اللي بيجمع الناس دول كلهم عشان يتكلموا مع بعض، في الإسلاميك ليف، في المسلم إيد، في المسلم هاندز، في الإسلاميك هيلب، واخد بالك؟ في أنتوا دخلتوه اللي هو الهورن أفريكا، يا ترى هتخش فيه، وهكذا. الناس دول بيقعدوا مع بعض كبار وصغيرين عشان يشوفوا مع بعض. إحنا عملنا لسه عاملين مؤتمر للسوريين في ديسمبر السنة اللي فاتت في تركيا. كان في جمعيه 70 او حاجه 70 جمعيه سوريه موجوده. بتاع اس ار دي اف بتاع الصوماليين رجع تاني. لكل الجمعيه السوريه رجع تاني، واخد بالك؟ فما نتكلم لما احنا عملنا، لان كلهم عندهم تنسيقيات. فخرجنا بتوصيه من اللقاء ده ان احنا بنعمل
تنسيقية تنسق ما بين التنسيقيات. ده حقيقة. هنشوف يعني ايه من شر البريت ما يضحك. لان كل واحد قاعد له في حارة وعمل له انا عشان ياخد الفلوس. الموضوع في الفلوس اللي بتجيب الغموس. واخد بالك؟ صحيح. ها؟ حتى بالك وما خدش بالك. ففي الاخر هنتحارب على ايه؟ على الفلوس. فما عنديش مشكلة ان شاء الله يكون عندك 50 مجلس تنسيقي. بس خلي بالك الجهة مستقلة. اعمل تنسيق منكم بقى. مثلا المسلم شايز فورم كان المجلس اللي هو المنطقة الخير الاسلامي ده. الرئيس ما يكونش عضو في اي جمعية من الجمعيات. عشان الكفة ما يملش بيها هنا ولا هنا. في 12 13 جمعية فيهم ممنوع ان يعتلي هذه المنصة ان يكون عضو في اي جمعية من جمعيات الاعضاء. بس خلاص. انا اصبحت هذا الرئيس. انا في الاسلام الكليفة وانا في المسلم الى اخره. وبالتالي حطينا بردك بعض الناس من بره يخشوا مش من الاعضاء الجمعيات. عملنا 25% من اعضاء مجلس الاداره يكونوا من المستقلين. يعني 75% من اعضاء الجمعيات و25% من المستقلين. عشان ندي في حرص حريه للشارع انه يخش معاك. عندك 8 اعضاء مجلس اداره يبقى 2 منهم من بره، 9 يبقى وهكذا. فبالتالي انت بتحاول في التنسيقيات دي انك يكون لك دور، يكون لك صوت، ويكون لك قوه، ويكون لك اداء. واخد بالك؟ فانا مش هقول لهم ما تشتغلوش. مع ان انا من 30 سنه كان لما حد يجي يشتغل يوم الرئاسه في بريطانيا اقول ممنوع. فكان زوجتي بتقول لي انت مجمعتك على عندها قد ايه؟ 50,000 جنيه هتحل بيها مشاكل العالم؟ شوف شوف كان ايه؟ يعني تمسك عصايه وتضربني بيها. سيبني اشتغل اشتغل. انا دلوقتي بعد ما نميت واتطورت وبقيت بفهم اللي اشتغل اشتغل. والساحه تسع الجميع. والحاجه اكبر مننا كلنا. صحيح. اكبر مننا كلنا. واللي يقول لك انا بحب اشتغل في سوريا اقول له انت كذاب. واللي يقول لك انت دخلت اول واحد في سوريا انت كذاب. في واحد دخل قبلك بس ما اتكلمش كتير زي ما انت اتكلمت. صح يا ريس؟ صح. طب هات سؤال تاني. نخش بقى على المحاذية مش كده؟